لا يزال الأبطال من رجال الجيش واللجان الشعبية يروون تراب الوطن بدمائهم الزكية لتأتي ذكرى تأبين الشهيد عمار يحيى رسام الذي ارتقت روحه وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهتهم. 400 تأبين الشهيد عمار يحيى رسام الذي استشهد في جبهة نيم وهو يدافع عن الوطن بعد أن سما في تلقين العدو دروسا قاسية في ميادين الشرف والبطولة. كان رجل اجتماعي ورجل لا يهمه أن يضحي بنفسه أو يضحي بماله أو يضحي بكل ما يملك من أجل الوطن، رجل يتمتع بالوطنية بكل مقاييسه. لقد كان الشيخ رسام في حياته مثالا للرجل الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكان محبا لمن حوله يسارع في أعمال الخير وإصلاح ذات البين بكل ما أتيحت له من فرصة. مشايخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية بارزة حضرت التأبين وأشادت بحماس الشهيد وإصراره على مواجهة العدوان، فضلا عن دوره القبلي الفعال في متابعة قضايا القبيلة المختلفة والدعوة المتواصلة لتوحيد الجبهة الداخلية. الشيخ عمار رسام الذي ترك الجاه والماء والسلطة وانطلق في سبيل الله حتى اختاره الله شهيدا. رحمه الله افتقدناه ورحل عنا مبكرا، ولكن عزاءنا انه تقبله الله مع الشهداء والانبياء والصديقين والصالحين. الكلمات والقصائد الشعرية التي ألقيت بالمناسبة دعت إلى السير على درب الشهداء ومواصلة الصمود في وجه العدوان الغاشم ومواجهته في الجبهات ورفضها بالمال والرجال حتى دحر المحتلين الجدد عن كامل تراب الوطن اليمني.